غني والقد ده بيبدو في المدرسه. حضرتك لازم تغني لان الوراثات الجينيه بتنتقد الابن، فلازم السنيوره تطمن على ابن حضرتك. غني يا طه. حضرتك لو ما غنيتش هترفض القصير فورا. اي دمعه حزن لا، اي لحظه حيره لا، عايشين عايشين سنين احلام، دايبين دايبين في احلى كلام. كويس كده بيه. برافو برافو. الرياضه مهمه جدا زي ما السنيور قال. حاول اي حاجه كده، ودي اي حاجه تخلص الدوره. قلت روبو روبو انت روبو. اسمع كلامك، مستحيل طبعا ان انا راح اطلع على العجله وخير واقعد العب رياضه أيوة. عشان خاطر بقدم لابني اجي العب رياضه. مستحيل كده يا بيه، في ايه بالظبط؟ انت رجعتي بيت الرياضه براك. كلمه سينيور، كلمه سينيور، كلمه سينيور، كلمه سينيور. بس يا طه استحمل شويه. سكوزا حضرتك مش عارفه بس قولي لها سكوزا. مستحيل طبعا انا سكوزا. ايش الشعب؟ ايش الشعب؟ طبعا كده كويس خلاص، السنيوره هتغير لكم التمرين خالص عشان ما تتضايقوش. ايه ده؟ سكوزا سنيوره اتفضل مستر طه. الحمد لله. ايه ده بامبرز؟ بامبرز ايه؟ ايه عشان حضرتك التمرين؟ عملت دي تمرين، عملت تمرين تاني؟ اتفضل حضرتك. مش هعمل تمرين تاني انا اصلا، ومش عايز اقدم لابني خالص من الحاجات دي. الحاجات دي ضروري على فكره. ده دي براشه دي كتير بتبمبيرو. بتقول ايه دي؟ انت رشتاني انت يونس وانت تشاتيس في جوستاف. يعني ايه يا بيه؟ طيب يعني يعني ايه؟ السنور بتقول ده انت بتعمل لنا اختبار شخصي ولا بتعمل ايه اختبار شخصي؟ انا داخل اصلا الجيش انا ولا طه استحمل. بيتري انت رشتاني. اوكي كلمة 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 سنور امسك. بيتري رشتاني. ايوه فرحة. تفضل مستر طه. لا حضرتك سوري سوري ماسك كده. انا مش عايز اعمل رياضه خالص اصلا هنا. ازاي؟ انا مش عايز اقدر لابني. سيب ساعتك بتاعتي. سيب دي خالص. انا مش عايز اقدر لابني هنا. مش عايزين مدرسه دي. هاتي بسيط. هاتي بسيط. شوف يلا من غير يلا. طب هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك على حاجه. يلا مش ما ينفعش لازم كده بس. اتفضل حضرتك ده بس. في ايه؟ خلصينا من الدور ده. هتقدمي لنا مش هتقدمي لنا؟ في المدرسه دي. يا بيه انت فين الراجل اللي كان هنا واخد الدوسات دي؟ فا بيه سنيورا. ايه ده دي ده؟ دي كيف مستحيل طبعا ان انا اعمل الحاجات دي. مستحيل طبعا. هتمضي حضرتك؟ مش عايز ابني، مش عايز ابني يروح المدرسه دي. تا يا بيه يا باشمهندس تعالى خلصنا الموضوع ده. لا فاهم حاجه ولا مدير ولا فاهم اي حاجه. ايه ده؟ احنا جايين اختبار هنا ولا جايين اختبار ايه؟ ولا جايين مدرسه ولا جايين رياضه اطفال ولا جايين ايه الموضوع بالظبط؟ في ايه؟ انت مجنونه؟ ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ انت اصلا عارف بيقول ايه؟ ايه ده؟ لا خد الرجال، خد الرجال، خد الرجال. في ايه؟ اما بقى الاستاذه زيزي سالم والاستاذ سيد، نبص
بس خريب رجل في تلفزيون الكوباني كنت ثانوي وين؟ يا ريت تعرفوا نفسكم بالسنيور مدام زيزي؟ مدام زيزي؟ سيد سيد واضح هنا ما تسمعش كويس عايز صوتك شويه سيد ريو 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 بيت ريو 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 هنبدا اول اختبار الغنى هتتفضلي حضرتك ولا الاستاذ غنى من ضمن الشروط ده حضرتك ادوانداتو بركب كده اختار وانا بركب مين اللي يغني انا ولا هو حضراتكم انتوا الاثنين احنا الاثنين ايوه طب ليه طب الفرد لما بنعرف طب نغني يعني نغني نقول ايه بربرتاتي بكتا كوجي بركب دي برسني هوالجان عربي انجليزي اللي رايح حضرتك بس اغني ايه مش عجرم ولا اي حاجه من دي مش عجرم مش حافظاها انت حكي لي على بالك حبيبي قرب بص 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 زعلان ازعل ازعل نص نص بس مش عارفه حاجه دي تعجب يا مدام دي تعب دي تعب زيزي زيزي اجري كورتي شكرا زيزت يس شاي زيزت يس يبيرو تيراني نو فيكي مش بفهم مش بفهم الا عربي بشفاتي الغورتي برني هديتو انجليزي عربي انت سايبنا محتاسين كده يا استاذ زخاري عمال اتكلمنا سالت حاجات كتير قوي مش فاهمين مدام زيتا يا مدام زيتا يعني انت اللي حاجه العجله دي دكتور زيتي برج برج كان استريتي رادون جرب يا سيد مش معقوله يعني مش معقوله عجله يعني بعد ما شاب بعد السن ده كله اركب عجله ربنا انا مش مقتنعه خلي بالك كل ده في صالحنا يعني دي نقاط في صالحنا يعني اشتري هنا اشتري قول لي ازاي ازاي مدام زيتا زيتا وانا كمان لا 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 يوتي وجي اني اورين مرسيل مرسيل بنهنيك على اختيارك لجوزك بتشكر فيه لانه رياضي جيجيتا روكي جيجيتا وان 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 يا مستر والنادي ربنا يخليك ما تسيبناش لوحدنا تي بارش انا مش معقوله يعني ليه مش معقوله ايه ايوه مش معقوله احنا بدنا نعمل ايه يا عمك بنت ايه ما شغلانه يعني بيتي رين رين سنه انا ريت بتجرب روبر ستاكس الحمد لله احنا فهمنا حاجه يا استاذ زخاري قول لها حضرتك ان ده راجل رياضي مش محتاجه انها تعمل كل الاختبارات دي هاتي بوري تاني كده برافو هاتي اخ في حكايه في ايه تاني انا اتخضيت معقوله هي بتخضنا كده ماشي استاذ زخاري يا سيدي اللي خلاك عملت اللي قبل كده اعمل دي خلاص بقى وخلصنا ترابو كمان ترابو برافو برافو يا استاذ زخاري ادق من منين فين الاستاذ زخاري كرستانو بيبو جاستانو يا استاذ من فضلك قول اذا كان في حاجه تاني وتر اشتكر وتر اشتكر اتكتر اتكتر يا ست عرفتينا يا اسكندريه انا ما اعرفش الا العربي الكلمتين اللي اتعلمتهم في ايام الجامعه نسيتهم مش معقوله كده عرفتينا تعبتينا فين العفريت بتاعك ده راح تندهله ان شاء الله هتموت وهي بتندهله ايه ده راح فين دي في ايه الأستاذة دعاء والأستاذ سيد نبص بس أخصمك واسيبك لا انت حبيبي ومنية اللي دوبني والبعد عن هوايا بيت أخصمك برافو حسن حسن برافو شوفوش سنور عايز تسمع حضرتك وتقول يعني جبار في اسوته جبار هيا بس في رنينة فاك فار وانتو مكاني حضرتك مش حافظ الجبار كمل اغنية اللي بقولك خدعتني ضحكته وخانتني دمعته وما كنتش اعرف
ان النهارده تقدر عيون دي تقدر تخون بالشكل ده. هجيبكم بيتي الرجاله. برافو 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 راجل بني. ايه استاذ زكريا رجل انتوا فيديو انا باستين ودينارو. مامي. ودينارو. زكريا. بيتر عشان اجريبا بيش اجيب بنادو اتروجن لو ريبورا بيرانا فوف. تفضل مستر سيد تفضل. ايه؟ الاختبار رياضة. طب الاختبار ده للبنت الصغننه هي اللي تعمل كده للطفله مش انا. بامبينو. بامبينو؟ ايه وات في برشلونه فيها؟ ايه اللي تعشق في برشلونه فيها؟ رجع من الثاني؟ ايه؟ حضرتك الاساس مش الطفله. ارجوك ما تزعلش اتفضل ده تمرين مصري. قوم 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 يا ربي يخليك بقى. هاتي الباب هاتي الباب هاتي الباب هاتي الباب. زكريا. ايه يا سينيورا سنة برانتو. ايه ده؟ المرحلة الأخيرة يا أستاذ. طب ده كده عيب بقى بجد عيب. لا 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 كده ما ينفعش. انا مش هعمل حاجه زي كده. لا 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 مش هعمل. معلش عشان خاطري انت جننتي. دي ممله. معلش برافو دي بايخه وبارده قوي. اه والله ليلتك سودا لو طلبت حاجه تاني. اه انا بقى ليلتك سودا. ايه انت مش فاهمه خالص. طب انت يا دعاء صراحه دعاء زفته دعاء دعاء زفته زفت. ايوه دعاء زفت على دماغك. عشان اساسا على دماغك انت. ده انت ايه ده؟ يا خالد يا خالد يا خالد مش الزخارف هيجيب ايه الزخارف ده؟ مش الزخارف مش الزخارف ايه مش عارفه اطلعه. ممكن تساعدني؟ اتفضل اتفضل اتفضل. اصل الشريط بتاع الشريط ده بتاع كاظم الساهر وانا بحبه قوي. وفي الاغنيه اللي انا بحبها بتاعت لا تقفي مثل المسماري. انا اسمي بشرى واسم حضرتك. انا اسمي زهر. تشرفت. بروح النبي بروح عشان الاغنيه اللي بحبها. لا ما الله الله ماما. اطلع يا واد. اطلع يا واد. اطلع يا اخوي. في ايه؟ مفيش حاجه. في شيء؟ في ما حصلش حاجه. مفيش ايه؟ مفيش حاجه. انت بتعمل ايه جوه العربيه؟ مفيش حاجه. بتعمل ايه انت؟ شايفه بنتك؟ نقتله. نقتله ها؟ نقتله. 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 شفت امها بتقول نقتلك عشان ده عار. عار ايه؟ بتركبي معاه؟ بتركبيه معاك عربيتك؟ انا ماشي. ايوه ماشي. ايوه انا ماشي. انت ماشي هتفضل ماشي عمرك كله؟ انا وانا معدي فقالت لي بعد اذنك الشريط. أيوه. الشريط سف في العربيه. ايوه. فقلت لها حاضر اطلعه لك ما مش مشكله يعني. فقلت ان انا اساعدها بس. قلت كده؟ اه. انك تطلع ايه؟ اطلع الشريط من العربيه. انت يا حبيبتي ما دام لبست الاسترشت والبادي مش هتنفعي. وندخلك انجليزي؟ ندخلك انجليزي احنا؟ اخص عليكي. ما حصلش حاجه. انا مش عارفه هي بتعيط ليه. ما حصلش حاجه. قول الحقيقه يا صبحي. ايه ما حصلش حاجه. الموضوع انت اسمك صبحي؟ ايوه اسم صبحي. ما فيش حاجه يعني. يعني تعرفوا بعض من ميته؟ ما نعرفش بعض. ما اعرفهاش اساسا. ما تعرفهاش ازاي؟ صدقني حد قالت لي اسمها انا مش فاكره. ما تحكيليش انا. طيب. احكي لصالح. بص يا استاذ صالح اللي حصل ان انا كنت ماشي فقالت لي الشريط في العربيه بيسف. فانا قلت لها حاضر هطلع لك الشريط من العربيه بس ده كل اللي حصل. انت بتحكي له ليه؟ مش سيادتك قلت لك قلت لي احكي له. صالح ده حضرتك اخرس واطرش يا ابويا على النهار. بتحكي نهار ايه؟ وريني الشريط ده. ده الشريط ده بتاع مين؟ قالت لي بتاع كاظم الساهر. اه انت كذاب. ايه؟ ده الشريط بتاع هاني شاكر. اللي يكذب في الاولاني يكذب في الثاني. ولا ايه؟ لا انا ما اعرفش اساسا. قالت لي الشريط بتاع كاظم الساهر. ما انا لحد ما كنت ماسكه في ايدي دلوقتي مش عارف بتاع ايه. سبحان الله اتلخبط خلاص. وبقى هاني شاكر. مش عم. طب ده يتعمل له ايه؟ نقتل يا اخويا نقتل. يتعمل له ايه؟ نقتل. عجبك يا حجه؟ مش عاجبني. عجبك يا اختي؟ اتصرف يا اخويا نقتله وخلاص. عجبك يا اختي؟ وداري عرنا يا اخويا. بقول لك ايه يا صالح؟ ما تبحلكش يا صالح. يا دل يا اخويا صالح شايف؟ شايف. بص بت زي القمر لهطه قشطه وفيها من تقطيعي. يعني احنا بلد مقصله ورجاله 10 على 10.
احنا كل اللي هنقول لك كلمه واحده، انت هتدفع بالظبط 100,000 جنيه. 100,000 جنيه في ايه؟ في جوازها. جوازها؟ هتتجوزها. اتجوز مين؟ انا مش بتاع جواز. دي على فكره على 13 واد. سيدي ربنا يخليها لك. جواز ايه بس؟ ايه رايك؟ هيتجوزها. انا هيتجوزها. انا مش هتجوز حد. هتتجوزها يعني هتتجوز؟ هتجوز ايه بس؟ هتتجوزها يعني هتتجوز؟ بصي بس بصي بس بصي بس هتصور من غير ما تحس. الفقره دي مع الاستاذ احمد. ويا ريت نبص نبص بس. شريط طلع شريط بروحي لو سمحت، اصل صفي مني وفي اغنيه بحبها بتاعت قاسم الساهر لا تقفي مثل المسمار. انا اسمي بشرى وحضرتك احمد. شريط بالراحه والنبي بالراحه، اوعي تقطع مني. الله الله الله. خالي مرة اخرج يا عاد بره. اطلع يا بت. حجيه ايه اللي انت بتعمله دلوقتي في العربيه؟ مش بعمل حاجه يا حاج. ازاي؟ انا ما عملتش حاجه والله يا حاج. عجبك؟ ما عجبنيش خالص. بنتك اهي. بنتي يا حاج والله ما فيش حاجه. يعني ايه يا حاج؟ والله انا كنت معدي وهي ندهت لي قالت لي بس بس، وبعد كده رحت قلت لها انا قالت لك ايه؟ قالت لي بس بس. يبقى البنت دي تتجوزها يا حاج. اتجوز ايه يا حاج؟ ما فيش حاجه قسم بيني وبينها عشان اتجوزها يا حاج. اسمعني اسمعني عشان خاطري انا قسم لسه دلوقتي اتجوزها ازاي؟ ده انا لسه صغير ولسه عايز كم انا اجيب فلوس من هنا اتجوزها وكل حاجه. رجاله يا حاج. رجاله ايه؟ انا ما فيش بيني وبينها حاجه اساسا. انت كل اللي هتدفعه 100,000 جنيه. وانا حلت حاجه اساسا يا حاج عشان ادفع فلوس؟ استلف اكتب شيكات عليك يا حاج. ما ينفعش يا حاج. اتصالات امانه عشان خاطر ربنا. مفيش حاجه، انا مفيش حاجه بينه وبينها إيه؟ اساسا نقرا الفاتحه. فتحت ايه؟ فتحت ايه وانت؟ نقرا الفاتحه. بصي بس بصي بس بصي بس هتصور من غير ما تحس. طارق ونبص نبص بس نبص بس. هو انت اسمك ايه؟ طارق فندم. اتشرفت. وانا بشرى. بالراحه والنبي بالراحه بالراحه. لا تقطع الاغنيه. الله 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 الله. ماما اطلع. ماما ايه؟ اطلع برا. ايه يا عم؟ اطلع برا. احب اعرفك دلوق انت واقف مع مين؟ ايوه يا عم مع اهل البت دي. انا ما اعرفهاش. طيب دي امها. انا خالها. اهلا وسهلا. خد يا حضرتك ولا مالك رجالتهم. انت ايه بقى حضرتك؟ انا ماشي. هي اللي ندهت عليا بس بست عليا قالت تعالى. قالت لك؟ قالت لك ايه؟ ليه انت قطه تبسبس لك ازاي يعني؟ هو ده اللي حصل يا عم الحاج. يعني ازاي حصل ايه؟ ما تبحلقلوش صالح. ما تبحلقش يا صالح. النبي يا عم الحاج خلاص اقعد ما تخافش وما تعملش اي حركه. حضرتك تتحرك يمين شمال هيجيبوه. انا اقول لك على اللي حصل بالظبط. قول لي اللي حصل بس بالحرف الواحد قوله. حضرتك انا جاي من هنا كده. قول. الأنسة دي راحت مبسبسالي قالت لي بس. قلت لها انا؟ قالت لي اه تعالى بعد اذنك عايزك. انت اسمك ايه؟ اسمي طارق يا باشا. طب تقول لك بس بس تيجي؟ يعني تقول لك بس بس تيجي؟ هي عملت كده وانا بصيت عليها. وبعدين؟ بتاع كاظم الساهر سافف. كاظم مين؟ كاظم الساهر سافف ولا الساهر؟ كاظم الساهر؟ اه. كمان قاعدين تسمعوا شريط كاظم الساهر؟ ده بايظ يا عم الحاج. بقول لك ايه يا صالح؟ ما تبحلكش يا صالح. اوقف اوقف يا اوقف. مالكش دعوه انت خالص. اوقف. عجبك؟ ما عجبنيش ابدا. راضيه؟ لا. يتقتل؟ هو مين ده؟ يتقتل. هو مين يا حاج؟ مين اللي يتقتل؟ مين يتقتل؟ مين؟ ما هو ده عار. ما تقولوا لهم انت. مش انا بقول الصح كده؟ اقول لهم الحقيقه يا طارق. طارق انت ازاي تقعد في عربيه حاجه ما اعرفهاش؟ ده الشريط ده بتاعه. قالت لي سافف خديه. هو بتاعك خد يا بنتي. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ انا ماليش دعوه بيها وما اعرفهاش. شمال يمين ما تكذبش. معرفهاش والله. معرفهاش. معرفهاش. صالح صالح. معرفهاش يا صالح. صالح خلاص ما تبحلكش. استاذ صالح معرفهاش. خلاص هيجيبوك لو انت في بطن امك. لا يا عم الحاج انا بكلمك. انا مش هجري منك ولا حاجه. انا بكلمك. لا اوقف وكلمني يا عم الحاج. انا جاي من ناحيه دي كده. انت جاي من ناحيه دي. الانسه واقفه هنا قالت لي. قلت لها انا؟ قالت لي اه. انت قلت له بس. ايوه قولي له الحقيقه يا سيد. انت قلت له ما تقولي له. ايوه قولي له الحقيقه. حقيقة مش اللي انا بقوله. هو ده الحقيقة. بتقول طارق.
يا عم الحاج سالتني دلوقتي وانا بطلع الشريط قالت لي انت اسمك ايه؟ ما تكذبش يا والله ان انا بقوله لك هو اللي حاصل ما تقولي له يا ست. شريط ايه اللي كنت بتطلع؟ شريط حاجة بتاع كاظم الساهر. وريني كده اهو يا عم الحاج خدوا شريطكم ماليش دعوه وانا بقى في حاجه. طب ده مش شريط كاظم الساهر. امال شريط ايه يا عم؟ هاني الشاكر اهي غلطه. هي فعلا غلطه ان انا وقفت لك ودخلت العربيه عشان اطلع لك الشريط. يا بنت قولي 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 لخالك الحقيقه والنبي قولي له. قولي الحقيقه قولي له. قولهم الحقيقه يا طارق. يا دي المصيبه على طارق وسنين طارق. عاجبك؟ لا طلي بس عجبني. طب ايه اللي نعمله؟ يتجدل يعني يتجدل ده بس يتقتل يا عم الحاج. طب اقول لك على حاجه. ليه يا حاج؟ قول. اقول لك على حاجه. قول يا اخوي. يتجوز البيت. يتجوز يتجوز البيت. اتجوزت يا اخويا ابراهيم. يا ست هو مفيش حاجه حصلت يا ست كل ده. هتتجوز يعني هتتجوز. طب انا اقول لك على حاجه. بدل ما تروحي في داهيه. هتتجوز. هقول لك على حاجه يا ست. طيب اسكتي بقى. مش ست مش هست. تتجوزي. اتجوز. حاضر يا عم الحاج همشي كلامك. همشي كلامك. خلاص انت لو بنت طيبه وبنت حلال. خلاص هتجوز يا عم الحاج. بصي بس بصي بس بصي بس هتصور من غير ما تحس.